مساكم الله بالخير. طبعا بنيتنا ياسمين شعرها تعبان، البنت تينن، وانا وايد ضايق خلقي على شعرها الصراحه، لان نشوفها وفي فوليوم ما شاء الله تبارك الرحمن، بس من كثر ما تصبغ الاخت مخربه مستقبل شعرها، يعني حرام الاطراف الملمس. فاليوم انا قررت اسوي لها تريتمنت علاجي هدية منا لها، بس إن شاء الله تحافظ عليه واستمرارية عشان تحافظ على النتيجة. صح. أكيد؟ أكيد. أوكي. ياسمين شو مرة سحب لون؟ مرتين وربعة. يا الظالمة. تدرون شنو سحب اللون يسوي بالشعر؟ فجأة قررت أصير شقرة. وايد صرتي شقرة حياتي. صرتي البرتقالة يا عمري، ما صرتي الشقرة. فهذا سحب اللون هو اللي دمر، يعني بعد زين الحمد لله، يعني مو اوفر التقصف بس باهت باهت، واللون يضيق الخلق صراحه. ياسمين انا اسفه، قلت والله راح تصبغينه الحين، راح نعالجه وراح تغمجينه صح؟ وعد والله. اليوم شنو راح اسوي حق ياسمين؟ راح اسوي لها تريتمنت مكثف وايد، وفي مجموعه كبيره من الخطوات، لكن هذه الخطوات صدقوني بتقلب حياة شعرها من فروة راسها إلى الأطراف من إلى. الخطوة الأولى يا محفوظين السلامة، راح أحط لها الانجكشن مال أوميجالكس، هذا غير اللي أنتوا خذيتوا بنات اللي خذيتوا حق التساقط وحق تطويل الشعر. الأوميجالكس 60,000 شي يسوي حق الفروة، يعقمها، ينظفها، يشيل كل الشوائب. شفتوا شلون تمسحون الأرض وفجأة الأرض تصير تلمع؟ هذا كذي يسوي حق فروة الراس، جبار بطريقة مو طبيعية، وكمية الفيتامينز اللي فيه ما تتخيلون، في أوميجا 3 وفي أوميجا 6 وفي مجموعة كبيرة من الفيتامينز، ينظف الفروة، ممتاز جدا حق الفروة الحساسة، الفروة اللي تحسونها فيها داندرف، فيها قشرة مو نظيفة مو صحية. هذا يشتغل على تنظيف الفروة قبل الشامبو. أول شيء راح نسويه، شوفوا الانجكشن شذي تضبطونها، راح تطلع لنا الميديسن. شفتوا؟ أنا راح أفرغ شعر ياسمين وبأماكن مختلفة راح أحط. عم تحس في ياسمين؟ هذا راح أوزعه بأماكن مختلفة من فروة الرأس. وبعدين أسوي لها مساج. الحين وزعتها على الشعر كله، راح أسوي لها شوية مساجين علشان الدواء يتوزع على فروة الرأس، وراح نخليه تقريبا 10 دقائق قبل ما نغسل الشعر بالشامبو. هذا الأبليكيشن يا بنات تسوونه قبل الشامبو، قبل لا تغسلون شعركم. الحين وزعنا كل شيء على الجذور وسوينا مساج وبنخليه 10 دقائق. في هالأثناء راح أستخدم لها الأمينو أسيد نمبر 1، هذا الشيء تذكرونه يا بنات، هذا من لاين اسمه مايكرو إليمنتس كيرا ريبير، يسوي ريبير حق الدامج اللي في الشعر. فهذا راح يرد لنا البالانس مال الشعر نفسه، الأماكن المتضررة راح يغلفها، يسوي تغليف حق الشعرة، يعيد حيويتها، يعطيها بوست، يعطيها لمعة، هذا الشيء اللي نبيه. وهم في نفس الوقت راح يطري النشفان والضيم اللي صاير بشعرها. أول شيء ترجونا لا تنسون على الأماكن المتضررة بالشعر هي، فراح أرش على الشعر كله. هذا لازم نخليه ربع ساعة على الشعر علشان الشعرة نفسها تمتص كل الفوائد مالت، كل الفوائد مالت المايكرو إليمنتس اللي موجودة بهالبرودكت. راح أركز على الأطراف وعلي على الأطراف. الحين شنو راح نسوي علشان نخلي الشعر يستفيد أكثر من هالخطوة؟ راح ننشفه بالسشوار، هواء دافي شوي علشان نخلي الشعرة تمتص أكثر وأكثر. الحين هاد نغسل الشعر كله بالشامبو اللي هو من نفس اللاين المايكرو إليمنتس، علشان يطرى الشعر وعلشان
يشتغل على لمعة الشعر وعلى معالجة التقصف بالشعر. الحين راح نستخدم نفس اللاين مايكرو إليمنتس الماسك. عاد الماسك ماله جبار، يعطي مو بس رطوبة، يرد الروح في الشعر، يعطي لمعة يعني اللي شعرها مصبوغ تلف. كلكم هابين الحين بالبحر والشمس والتان، هذا كله ينشف الشعر ويتعبه. فهذا التريتمنت تسوونه بروحكم بالبيت، ما تحتاجون تروحون أي صالون، كل واحدة تعتمد على نفسها وتهتم بشعرها بنفسها. فأخذ كمية من الماسك ما نحطه على الفروة، نوزعه على أطراف الشعر. أطراف الشعر مو يعني بس تحت، لا، هذه بعد تعتبر أطراف. لازم نسوي لها الطريقة، هذا الشيء أو هذه الحركة تخلي الماسك يدخل بالشعرة نفسها. خلوه، أنا نصيحتي أنا بخليه 10 دقائق. نظفنا الفروة، شلنا الشوائب كلها، شلنا أي ترسبات، أي قشرة موجودة. حتى إذا أنت قلت لي قبل الموضوع أن عندك شوية متحسسة فروة راسك، إذا كان في إحمرار حتى بفروة الراس راح تروح، حكة راح تروح، بس بتحسون شعور أن في هواء قاعد يدخل. آخر خطوة اللي هي رقم 4، اللي هي همن الأمينو سيرم. هذا السيرم اللي راح يقلب حسبة حياة شعركم، راح يعطي لمعة وراح يعطي نظارة جلو جلو مو طبيعي. احنا وريكم شلون نستخدمه. فلازم ترجون السيرم وترشون مو وايد الأطراف، أهم شيء. شوفوا نتيجة التريتمنت على الشعر، شوفوا اللمعة. الحين بنستشوره وبوريكم نتيجته بعد استشوار. الحين أقدر استشوره وأنا مرتاحة، بس قبل شوي ما كان في مجال إنه يتستشور الشعر. ما شاء الله، شوفوا الشعر، شوفوا اللمعة. طبعا انت شنو مشاعرك؟ أنا بشوف مشاعرك. أنا مؤمنة عارفة والله. أنا مش أنا أصلا هذا أسرع استشوار، لأنه كتير كان سهل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني شو أقول، من إلى ترانسفورميشن شعرك، يعني عليك بالعافية. لا تغسلين شعرك يومين أبدا، حللي الموضوع. إن شاء الله شوفوا اللمعة، شوفوا اللمعة، شعرها كان بلا لمعة، هلأ صار مع لمعة وأكسترا لمعة. لو يشوفوا أول الصابلين إيه إيه، الحين بحط قبله وبعده عشان ينصدمون. حبيبتي نعيمة.